استقبلت كلية التربية في مدينة عفرين التابعة لجامعة غازي عنتاب وفدا من وقف الشباب التركي قادما من مدينة أنقرة. تفقد الوفد أقسام الكلية المفتتحة حديثا في ريف حلب الشمالي، وتباحث مع طلابها مشاكلهم وتطلعاتهم. الآن أتوا لبحث موضوع يعني إمكانية تقديم سكن للطلاب والمبيت، الطلاب والطالبات. وقف الشباب التركي بتركيا يهتمون بالسكن، سكن الطلاب في كل الجامعات في كل مدن تركيا، 81 ولاية ومحافظة لهم نشاطات بهذا المجال. تعد كلية التربية في عفرين أول فرع تابع لجامعة غازي عنتاب يفتتح في مناطق غصن الزيتون، وتضم قسم التربية وقسم الإرشاد النفسي، فيما تتبع للجامعات كليات أخرى في منطقة درع الفرات، بينما تستمر المطالب بافتتاح اختصاصات جديدة في المناطق المحررة شمال سوريا. لكن نتأمل تأمين بعض مطالب الطلاب، كتأمين سكن للطلاب المقيمين من خارج المنطقة، كتأمين موضوع المنح الدراسية. يوجد بعض الأفرع غير متوفرة، يعني ككلية تربية ينقصها فرع مادة اللغة العربية وهي الأساس في كلية التربية. يبقى التعليم العالي في المناطق المحررة بحاجة أكبر للدعم مع وجود آلاف الطلاب ممن تركوا جامعاتهم بفعل ظروف الحرب وباتوا يبحثون عن أي فرصة للتعليم عبر جامعات معترف بها رسميا. يأمل طلاب جامعة غازي عنتاب فرع مدينة عفرين أن تكون هذه الزيارة بمثابة فاتحة خير عليهم في سبيل تحقيق أحلامهم التعليمية. لقناة حلب اليوم، أحمد الشمالي، مدينة عفرين.